بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به الأسر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن سائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وكما هديتنا للإسلام وحببته لنا وأعنتنا على ذلك فاقبل ذلك منا يا ربي، ولا تنزع منا حتى تقبلنا ونحن على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبلطفك بعبادك ورحمتك بهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي قلوبنا وفي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهزة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الحجة الورع سيدنا أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بالفراقة المصرية في سفح المقطم بجوار قبر سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره في الدارين آمين. أما بعد، كنا بدأنا في تعليق المصنف على الحديث 41، حديث تقديم العشاء على الصلاة، المروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه، ومنه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال أن الصلاة هنا المقصود بها المغرب على الراجح، وليست صلاة العشاء المعروف، لأن في رواية إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. العشاء هنا هي المغرب، لأن كان العرب والأعراب تسمي المغرب العشاء وتسمي العشاء العتمة، فكلمه النبي على طريقتهم حتى يفهم ويزيل اللبس، لأن تملي المغرب ووقت الطعام، إن كان صائما يريد أن يفطر، وإن كان عاد من عمله فيريد أن يأكل، هو ده وقت الطعام في الغالب الأعم. في تعليقه في الوجه السابع يقول: فيه دليل لأهل الخواطر، لأنهم يقولون الحكم للخاطر الأول. إحنا قلنا للإنسان بيتحرك في نفسه أربع خواطر: خاطر رباني رحماني، وخاطر ملكي، وخاطر نفساني شهواني، وخاطر شيطاني.
نفس الإنسان يدور في هذه الخواطر الأربعة في وقت واحد. أنت كيف تحكم وتحكم؟ تحكم الخاطر الأول، فلو جاءك خاطر الأول فالحكم للخاطر الأول في الغالب الأعم، في الغالب الأعم، لأن كل قاعدة لها شواذ، يبقى الحكم يكون للخاطر الأول. يعني ساعات مثلا يجي لك خاطر كده انك انت تعمل عبادة معينة فتشرع فيها، في اثناء يجي لك خاطر تاني ولك اقطعها، مش بتحصل؟ فلا، غلب انت الحكم الاول، فالحكم للخاطر الاول. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما قال اذا وضع العشاء، حضر العشاء يعني وضع، يعني بقى قدامك، يعني شفته بعينك، وأقيمت الصلاة، فأنت شفت العشاء، العشاء الأكل يعني قبل إقامة الصلاة، فالحكم للخاطر الأول، نفسك تحركت إلى الطعام فأديها حركتها طالما في المباح. يبقى إذا طلبت نفسك من المباح شيء فأعطيها منه حتى لا تنشغل بطلب هذا الشيء في أثناء عبادتك. واضح؟ إن كان من المباح، إن كان من الحرام فأنت مطلوب أنك تمنعها، ويبقى ده خاطر شهواني محرم. ليست كل شهوة محرمة، الشهوة المحرمة هي الشهوة التي يصرفها الإنسان في غير طاعة الله أو في غير قيود الشرع، إنما لو كانت مقيدة بقيود الشرع، إيه قيود الشرع؟ أن تكون في الحلال ومن الحلال وبغير إسراف، دي قيود الشرع. يعني لو في الحلال ومن حلال وبإسراف خرجت عن قيد الشهوة، كويس؟ لا، علشان تصرف الشهوة بالطريقة المشروعة اللي بيها تفيد جسدك فيعينك على طاعة مولاك. يعني ما ينفعش تمتنع عن الطعام في الكلية، في بعض الشباب كده يهجم على كتب الصوفية ويقول لك الجوع والسهر هو ده اللي يوصل للولاية، يقوم يجوع نفسه لما يعيا ويسهر لما يتجنن، لو وصل لهنا ولا لهنا ما ينفعش. يقصد بالجوع عند الصوفية في التربية هو عدم الشبع، مش عدم الأكل بالكلية. آدي الجوع، يعني لما تيجي تاكل ما تشبعش، اللي هو السنة، فعبروا عنها بالجوع، لأن لا تقوم من الطعام إلا وأنت مشتاق أن تستمر. آدي تربية النفس الصحيح، تاخد منه القوة وما تقويش الشهوة. فهمت؟ آدي مثل الطعام لما تاكله بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل إذا جعت، وتأكل من حلال وتأكل الحلال. ممكن يبقى رزقك من حلال لكن تشتري بيه حاجة حرام، يبقى كده ما ينفعش. ممكن تجيب حاجة حلال أكلها لكن جايبها من حرام، يبقى لازم يكون الحاجة حلال في ذاتها ومصدرها أيضا حلال. دي أول حاجة. تاني حاجة، لا تأخذها في الأكل إلا إذا كنت جائع. لا، مش جعان ما تاكلش، مش كل شوية قاعد تدوق، كل حاجة قاعد تدوق. في ناس كده بياكل بعينه أكتر ما بياكل بإيه، باحتياجه، يشوف طبق كده عجبه ياكل منه، بعد شوية يشوف طبق عجبه ياكل منه، ما ينفعش الطريقة دي، حرام كده، حرام. ليه؟ تقوي فيك شهوة النهم. ما هو الأكل في منه المباح، لو أسرفت تبقى نهم. شفت بقى ازاي؟ لا مطلوب ان الانسان ما ياكلش خالص، ولا مطلوب انه ياكل ويشبع. الشبع الزائد اللي هو ينيم الفكره هو ده المنع عنه. فالصوفيه لما يقول لك الجوع يقصد بالجوع ايه؟ انك لا تاكل الا من حلال وتاكل الحلال، واذا اكلت لا تاكل الا وانت جائع، واذا اكلت لا تشبع. ادي الطريقه، هي دي اللي توصلك. انما في شباب يخش يهجم على الحاجه يتجنن ويعي، ما ينفعش. كذلك السهر، المقصود بالسهر ايه؟ المقصود بالسهر هو قله النوم. قله النوم تيجي من قله الطعام. لو كانت بطريقه السنه تلاقي 4 ساعات يكفيك قوي تبقى نشيط، انما كل بطريقتك انت ولا 8 ساعات تكفيك ولا 9 ساعات، وكسول وعايز كمان بعد ما ال8 ساعات ما تنام يجيبوا لك الفطار على السرير، يعني حاجه بشعه.
في بعض الفنادق كده يجيب لك الفطار على السرير. قال يعني اتكسح خالص، حاجه غريبه يعني. طب ما تقوم اتوضا، شطف، اذكر ربك، صلي ركعتين ان كان وقت ضحى، وبعدين كل يا اخو الاكل هيروح فين؟ لكن النهم النهم النهم. ولعلمك معظم امراض القلوب تاتي من الطعام، ومعظم امراض الابدان تاتي من الطعام. الطعام ده في سر، داء ودواء، داء ودواء. على اي حال الحكم للخاطر الاول، الحكم للخاطر الاول. يعني كتير الواحد يجي مثلا ايه بيعمل حاجة معينة مدفوع ليها مش عارف يمنعها، عارف لما تبقى مدفوع ليها يبقى ده خاطر رباني، لانه قادر يقهرك، تلاقي نفسك مش عارف تمنعها. لكن بعد شوية لما تاخد منها جزء تبتدي دفعتك ليها تقل، تدخل الخواطر التانية، تضعف الهمة في الاستمرار فيها، فاهم؟ تبتدي الخواطر التانية تزعزعك، لا غلب الخاطر الأول. وده أمر مهم، والنبي أشار إليه إشارة لطيفة في هذا الحديث، بشرط أن يكون الخاطر الأول خاطر طاعة. مش واحد يقول لك يخطر في باله ان هو مثلا ايه يشتري خمره ويشرب خمره، يقول لك الشيخ قال الحكم الخاطر الاول روح اشتري. لا، الشيخ بيقول لك الخواطر المتعلقه بالطاعات او المباحات اللي محتاجها النفس. كويس؟ يعني مزنوق عايز تتبول، يقول لك لا اصل انا متوضي بقى مش عايز اجدد وضوء في الشتاء البرد ده، هصلي، قوم يصلي كل مخه في مجرى بول، صلاه ايدي بقى ما ينفع. الخاطر الاول قال لك انك تدخل تتبول، بول مش حلو. هو التبول حرام؟ مش حرام. ممكن يبقى حرام لو عملته داخل المسجد لان في جسمه، مش كده بره؟ لكن لو تبولت في المكان المناسب واستبرأت من بولك بالطريقه المناسبه حتى تستبرئ من النجاسه، مش كده بره؟ ونظفت موضع خروج النجاسه، كل دي بتلاقي نفسك بتتبول وبتعبد ربك وانت بتتبول. يعني بقت التبول ده بقى عباده، ده ليه طريقه، ده النبي علمنا ازاي لما نتبول نستبرئ من البول وازاي نتخلص منه وازاي عشان ايه تصح عبادتك بعد كده. وهكذا حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني حتى اللقمه يضعها الرجل في امراته له صدقه، لأن تحولت حياة المسلم كلها طالما بقت لله صارت عبادة، كلها عبادات، حتى يقضي وطره وشهوته من الدنيا بس بالطريقة الربانية التي لا تلهي عن ربه ولا تشبعه الشبع الزائد الذي تجعله نائم. أصل الشبع الزائد من المباح يخليك تتبطر في المباح وبعدين تتجرع على الحرام، اللي هو الإسراف. عارف الاسراف انك تجرب كل اللذات المباحه لحد ما تملها، تدور بقى على اللذات غير المباحه. زي قوم لوط، شوف ربنا قايل لفت لهذا المعنى في القران، بيقول ايه؟ انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم ايه؟ مسرفون. لما اسرفوا في المباحات شبعوا منه ملوها، فقال لك اما نجرب بقى نقضي لذة بطريقه ثانيه. شفت الاسراف؟ حتى الاسراف في اتيان النساء ولو في الحلال. عشان كده الصوفيه ما يحبوش تعدد الزوجات. طريقه الصوفيه كده في التربيه. يقول لك هي واحده كفايه، هتعمل ايه؟ لان بيعتبر ان الزواج ده عباده، وفي نفس الوقت لو اسرفت فيه يلهيك عن طاعه مولاك. واخد بالك؟ فخد منها الضروره. هو سيدنا ادم مش كان عنده 24 ضلع؟ مش كده برضه؟ عنده 12 في كل واحد. خلق له واحده بس من ضلع واحد. كان ممكن يخلق له حته من كل ضلع يبقى عنده 24 حواء. سيدنا ادم هيعيش 1000 سنه، 24 حواء دول يدوبوا هوا. فاهم؟ هيعيش 1000 سنه، انت هتعيش قد ايه يعني انت؟ يوم ما تعيش 70 سنة تمل، وعند الـ80 يقول لك معطوك في الله في الأرض، ولما يوصل لـ100 يجيبوه في التلفزيون يفرجوا عليه خلق الله. واخد بالك؟ يعني أنت فين اللي هيعيش 1000 سنة؟ فالأصل هي الزوجة الواحدة. واخد بالك؟ بدليل إن سيدنا آدم خلق لوحده. مش كده برضه؟
كان ممكن حته كده من كل ضلع تبقى حلوه جميل 24 حواء بقى يا سلام. وكان المقصد من خلق ادم كثره الذريه، فكثره النساء تؤدي المقصد، لكن ربنا بين ان ادم ده نبي فلا يريد ان يلهيه بكثره النساء دي معنى. وشوف النبي عمل ايه في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزوجه واحده لما انجبت له، فقدم الاسره على تعدد الزوجات. لما ماتت واولاده منها كبروا وصارت الدعوه تقتضي منه ان هو يبقى عنده زوجات كثيرات، اولا لتوثيق الروابط والصلات بينه وبين قبائل العرب. دي نقطه مهمه. قبائل العرب لما يحصل نسب منهم وسهاره بتدي نصره وتدي قوه للدين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النبي يريد ان يعلم امته خصائص علاقه الرجل بالمراه، ودي مش هتتم الا عن طريق ان يبقى عنده زوجات كتير فيلاحظوه يقوم يبلغوا لهم الرجل ازاي يغتسل، وازاي الرجل بياتي زوجته، وازاي مش عارف المراه في الحيض تعمل ايه، ويبقى كيف يكون الرجل مع زوجته ان كانت اكبر منه في السن وان كانت مريضه وكان اصغر منه في السن. كل دي امور يريد النبي ان يبلغها للامه. فتزوج بعد ذلك اكثر من واحده في سن في سن حاجه و50 سنه، لكن هو شاب 25 سنه كانت سنه قليله، لم يتزوج غيرها حتى ماتت، وماتت النبي صلى الله عليه وسلم قارب ال50 او اتم صلى الله عليه وسلم. يعني عاش بزوجه واحده 25 سنه عشان يبين لك ان الاصل كده تقدم الاسره. الصوفيه فهموا اللمحه دي، والوهابيه فهموا العكس، ان الاصل التعدد، درجه العيال الثانيه يروح يخطب واحده يقول لها بس بشرط هتجوز عليك عيال مخيف. هو الدين قال لك لازم تتجوز ولا قال لك يجوز ان تتزوج؟ الدين قال لك يجوز ان تتزوج اكثر من واحده. فاهم؟ يجوز، وليس كل مباح لابد انك تعمله. مش كده برضه؟ لانك لو عملت كل المباح نفسك تشبع، ولما تشبع تتبطر، ولما تتبطر تطلب الحرام. شفت ادي طريقه النفس كده، وانت مش عارف تعملها بقى. كل حاجه يقول لك ما ده مباح وده مباح، انت هتحرم يا اخي اللي ربنا حرمه. انا ما بحرمش يا عم. لكن انا بقول طبيعه النفس انها اصلا لو اديت لها كل المباح تبتدي تطلب الحرام. فتملي خلي مساحه من المباح ما عملتوش، علشان كل شويه اما تطلب تطلب في المباح. انما تخلص لها كل المباح ما هتبتدي تبص على الحرام. فهمت؟ فتملي، وده اللي يخليك ان ربنا بالرغم انه لطيف بعباده وبيحب عباده، الا انه يضيق على بعض الناس في الرزق ويحرم بعض الناس عن حاجاتها لانه بيربيهم. لان كلا ان الانسان لا يطغى ان يستغنى، ولو اداك كل حاجه عايزها بعد كده هتطلب اللي في ايد غيرك. مش هتكتفي بقى اللي في ايدك، ده انت عايز كمان تقهر اللي في ايدك، اللي في ايد غيرك وتاخده. يوم باستمرار يخليك بيربيك. ما هو مش هو رب العالمين يعني يربيك؟ يعني اللي ناقص تربيه ربنا هيربيه. مش الناس يقول لك ايه اللي ما ربوش ابوه وامه هتربيه ايام ولا ليالي؟ اللي هو الدهر، اللي هو فعل الله في الايه؟ في الايام. ما هو فعل الله في الايام بيربي ويعلم الانسان. فالحكم للخاطر الاول، ودي نقطه مهمه على فكره تغيب على كثير من العباد. يعني ساعات الواحد يبقى داخل مشوار وقلبه مقبوض منه كده، وبعدين يقاوم ويروح يحصل له مصيبه. الحكم للخاطر الاول، خلاص انت مش مستريح، غير المشوار ده، روح مشوار تاني. ما هو الخواطر دي كلها، ما هي دي كلها حاجات الهاميه ربانيه جوه نفسك. انت ما بتبقاش انت اللي عاملها ولا شاريها، دي حاجه كده بتستولى عليك كده. فانت فيها مسير على فكره، مش مخير، بس انت تخييرك في اختيار الخاطر اللي هتنفذه. يعني انت تكليفك في اختيار اي خاطر، مش في جلب الخواطر. الخواطر هتيجي، بس هتختار يعني واحد فيهم، هو بقى هنا التكليف والحكمه. فهمت بقى المساله؟ فلازم الواحد يميز متى يختار وكيف يختار، ومتى يستمر ومتى يقف ومتى يبدأ. لان الحياه كده كانها حرب، فاحيانا الواحد يتراجع في الحرب ويبقى طائع لربه، واحيانا يتراجع ويبقى عاصي ربنا.
من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف، وأحيانا ومن يولين يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. يبقى ممكن يبقى فرار طاعة إن كان متحيز لفئة، واخد بالك، أو إنه بيعمل خطة، خطة عشان يبتدي يلتف للعدو من جهة تانية، واضح، أو إن يغري العدو إنه يختار يدخل في مكان معين يقوم إيه يزنه في المكان ده، لأن المكان ده ضيق، المكان ده فيه حاجة، شيء من هذا. إنما لو بيفر بدون هذه الخطة أو بدون إن هو يروح لفئة عشان تنصره وتعينه، يبقى كده واقع في إيه؟ في معصية كبيرة من أكبر الكبائر، الفرار يوم الزحف. وأما قولنا هل هذا خاص بالعشاء ليس إلا، أو هو فيها وفي غيرها بالعشاء، بالعشاء اللي هي الوقت يعني. فالجواب إن قلنا أن هذا تعبد غير معقول المعنى فيكون مقصورا على ما جاء فيه لا غير، وإن قلنا أنه لعلة وهو الأظهر والله أعلم، فإذا فهمنا العلة عدينا الحكم. إيه تعريف العلة؟ وصف ظاهر منضبط. والحكمة وصف ظاهر غير منضبط. العلة يقاس عليها والحكمة لا يقاس عليها. دي كلها حاجات أصولية بقى عند علماء الأصول علشان تعرف إزاي تعيش في النصوص الفقهية والنصوص الدينية، ومتى تعدي الحكم إلى غيره أو متى لا تعديه إلى غيره. تشوف هل في علة ولا في حكمة ولا غير معلوم العلة والحكمة. إن كان غير معلوم العلة والحكمة يسموه تعبدي، كويس، وإن كان في حكمة ما تقدرش تعديها الغير، واضح، وإن كان في علة وهي الوصف الظاهر المنضبط ممكن تقيس عليها وتعديها. يجي بقى باب القياس في العلل مش في الحكم، واضح. وعلى شكله بيقول لك فإذا فهمنا العلة عدينا الحكم، يعني عدينا الحكم يعني نقيس عليها ما يشبهها وفيها نفس العلة، واخد بالك، والله أعلم. هنا إن كانت ما أشرنا إليها قبل من تعلق القلب بالطعام ليس إلا، يعني لو كانت العلة هو تعلق القلب بالطعام فيشغله عن صلاته، العلة تعلق القلب بشيء مباح، يبقى إذا تعلق القلب بأي شيء مباح فعليه أن يأخذ بطله منه قبل الصلاة. أي شيء بقى، سواء أكل أو سواء كانت صلاة مغرب أو أي صلاة، فهمت؟ هو عايز الشيخ يقول لك أنه ممكن أننا نعديها لو كانت العلة تعلق القلب بأمر مباح وجاء وقت الصلاة، يأخذ بطله من المباح حتى لا يشغله في الصلاة، واضح؟ فإن كان هذا جائز في المغرب مع ضيق الوقت فمن باب الأحرى في غيره، عشان كده النبي بيتكلم على المغرب اللي هي ضيقة في الوقت، يبقى من باب أولى في الظهر، ده وقت واسع، باب أولى في العصر وقته أوسع، باب أولى في العشاء أوسع الأوقات العشاء لحد الفجر. وإن كان في الصبح فبرضه وقته واسع لكن لحد شروق الشمس، يعني بتبقى حوالي ساعة ونص من الأذان للشروق، حوالي ساعة ونص ساعة وربع على حسب بقى الشتاء والصيف وحركة الشمس. وإن قلنا إن العلة قوة الشهوة للطعام، لو كانت العلة تعلق القلب بالطعام إن أنا مش مشتهي آكل قوي لكن أنا بحب الأكلة دي، فهم؟ ممكن أبقى أنا مش جعان قوي بس الأكلة دي أنا بحبها، لكن في احوال تانية يبقى انا جعان قوي، يعني لو قدموا لي اي حاجه ولو عيش حفله عايز اكل، واضح. يبقى هل العله تعلق القلب بالطعام لانه بيحبه ولا شده الاحتياج للطعام لانه ضعيف؟ فهمت؟ هو الشيخ بيحاول يشقق لك الامور، يبين لك الفقهاء بيقعدوا يفكروا ازاي. وان قلنا يبقى اذا كان قوه الاحتياج للطعام يبقى لا يتاتى الا مع الصائم. الصايم ده فعلا يبقى صايم من الفجر ما كلش حاجة وجاع المغرب خلاص بقى، يبقى كأن الحديث هنا بيكلم الصائمين، لو كانت العلة كده يبقى الحديث ده موجه للصائمين، إن إذا حضر العشاء وحضر بتاع كل الأول وبعدين، ويوافق حديث تاني لا تزال أمتي بخير ما عجلت فطرها وأخرت سحورها، يبقى كأن ده بيعرب ده، واضح، لو كانت العلة شدة الاحتياج للطعام.
لا تراعى إلا مع الصوم، فيكون موقوفا على وجود هاتين العلتين، الصوم وتعلق بالطعام. قال لك ان العلتين دول ممكن يبقوا ايه شغالين، يا اما انا متعلق بالطعام قوي بحبه يبقى اخد منه بقين وخلاص وضيع ايه تعلق قلبك وانزل صلي، او انت محتاج قوي الطعام عشان صايم كل وانزل صلي وكل، مش تفرش بقى تقعد تاكل ساعه، لا كل يعني كل اكل المتعجل زي ما النبي يعني حياه النبي كان اكل متعجل، لدرجة ان لما تشوف اكل يعني جلسة النبي للطعام جلسة غير مريحة، يجلس جلسة التشهد يعني تاني ركبه وقاعد كده عشان لما يجي ياكل شوية رجله هتنام بالكفاية كده، لكن احنا يا سلام نقعد بقى ومسند ونضطجع ونبتدي بقى ايه يعني اريح اكلة وقت ما بناكل، وكمان تفتح التلفزيون عشان كمان ايه تنسى قاعد الاخبار بتتابع وناسي انت اكلت قد ايه، فدي حاجات خطيره والله بتحصل، عشان كده بيصاب الناس بالتخمه بيصابوا بامراض كتير، لكن شوف انت لو تاكل بطريقه اكل النبي طول عمرك تلاقي صحيح البدن مفيش مشاكل، ركبك حلوه ظهرك مريحك بتصلي صلاه من قيام وقعود وحركه تقضي عمرك عامل نشاط. فالنبي كان ياكل اكل المتعجل وكان لما يجي ياكل يقعد قعده معينه مش مريحه قوي، زي برضه لما كان ينام قبل الفجر هو اقام الليل يقوم ينام يتوسد ذراعه عشان لما تيجي مش يجيب المخده، ما هيجيب المخده هيصحى ان شاء الله الساعه 10 الصبح ما هو سهران طول الليل، لكن لما تعمل دماغ ايدك كده تانية وعاملها مخده شويه هتلاقي المرفق ده يوجعك تقوم يصحيك، يعني نومه تريح جسمك لكن تصحيك بسرعه. فشوف النبي ازاي حريص صلى الله عليه وسلم انه يريح جسمه وفي نفس الوقت ما يديش جسمه الراحه الكامله. لا يديله حاجه كده، عارف انت لما بيبقى عندك حصان في السبق لو شبعته ما يكملش السبق. ولو جوعته برضه ما يكملش السبق. لكن كل شويه تديله حاجه. يقوم ايه؟ ينشط لحد ما ايه؟ اهي نفسك دي عامله زي الحصان. واخد بالك؟ وعلشان كده كانها دبه بالظبط. اديها اللي يطيرها لكن ما تشبعهاش، لو شبعتها هتنام وتنيمك. واضح؟ ومش كده وبس، ده هتنام وتنيمك وبعد شويه بدل ما انت راكبها هي اللي تركبك. وهي اللي تسوقك، وهي اللي توديك يمين وشمال زي ما عايزه. فاصبحت قائد نفسك مش عقلا، قائد نفسك دبه. قاعده تدور على شهوتها وخلاص. فأصبح إنسان كالحيوان. وإن قلنا إنما احتيج هذا في المغرب وحدها لكون العمل على ألا تؤخرها وإن غيرها من الصلوات لك أن تؤخرها إلى أي وقت شئت من أجزاء وقتها المختار بغير علة أكل ولا غيره فلا بحث. الوجه الثامن فيه دليل على أن من السنة المحافظة على المندوبات ولا تترك إلا لضرورة، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وصلاة المرء في الجماعة من المندوب، ده رأي الملكية وده الراجح وده قول عند الشافعية. صلاة الجماعة حكمها فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟ مسألة المذاهب اختلفوا فيها. الملكية عندهم سنة مؤكدة قولا واحدا. صلاة الجماعة سنة مؤكدة قولا واحدا. الشافعية عندهم فرض كفاية وده الراجح وفي قول زي الملكية سنة مؤكدة. وعند الأحناف فرض كفاية على الكفاية. كويس؟ الشيخ أبو جمرة هنا المصنف ده ملكي. فبيتكلم على إيه أصل المذهب إن إيه؟ إن حضور الجماعة مندوب. واضح؟ إن حضور الجماعة مندوب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إنك أنت لازم تحرص على المندوب ولا تتركه إلا من أجل ضرورة. مش تقول ده سنه، ده في ناس تقعد في الدرس عشان يعرف سنه دي يبقى ما يعملهاش، هو عايز يعمل فرائض بس. يجي للشيخ يقول له هي دي سنه عند الشيخ؟ يقول له اه سنه. طيب يقوم ايه يمشي؟ يمشي على ايه؟ على انه في مخه مش هيعملها. في حين ان السنه ثواب عظيم جدا. السنه تستجلب حب الله. والفرض يستوجب عدم عقاب الله. فهمت؟ فرق كبير بين انك انت تتجنب العقوبه وانك انت تكسب المحبه.
يعني المواظبة على الفرائض مع السنن توصلك للولاية. كنت سامع الذي يسمع به بصر، مش ولاية. ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي السنن حتى أحبه. أنا لما ربنا يحب واحد ما يعزهوش خلاص. فإذا أحببت كنت سامع الذي يسمع به بصر والذي يبصر يده والذي يعني كوالي. هي دي الولاية، إنه يبقى بالله. ما هو الولي ولي النبي يعني الولي الذي ينظر بالله، يسمع بالله، يتحرك بالله، صار كل حاجة فيه قائمة بالله. أفمن هو قائم على كل نفس تحقق بهذه الآية ظاهرا وباطنا، إنما الثاني العاصي والكافر متحقق بها في الحقيقة لكن غافل عنه، لأنه ربنا قائم على كل نفس. بس الولي أدرك هذا فلا يزول اضطراره، أدرك هذا، الثاني غافل عنها مش واخد باله منه. فالولي كشف لي فخلاص بقى قائم بالله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت تحققها عيانا واستشعر. عشان كده الولي لا يزول اضطراره، مش كده برضو يعني دائما مضطر. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقه. شوف كمال اضطرار النبي الرجل، لأنه أدرك أنه قائم به سبحانه، وليس قائم بنفسه بل هو قائم به. فهنا يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخليك ما تتركش المندوب اللي هو حضور الجماعة، على القول أن حضور الجماعة مندوب إلا من أجل ضرورة، وهو تعلق الايه النفس بالطعام فلا تشغلك في الصلاة، او احتياج الجسم للطعام فتتقوى على طاعة الله. لا، الناس ساعات تترك السنة من اجل ايه؟ من اجل له. يقول لك هتفرج على المسلسل، استخلص دور الطاولة هبقى اصلي، وكل سامع جامع جنب بيته بيقيموا الصلاة. يقول لك بس نخلص الدور ده وبعدين هم صلينا جماعة برضه. ما هو الشيطان اصله بيضحك على ابن ادم، يقول له يعني بيطمنه يعني ان الحكايه دي. لا، انت تحرص، لان الصلاه في الجامع غير الجماعه في الجامع غير جماعه في البيت. جماعه الجامع تفوق جماعه البيت بكتير. اولا فيها السعي للمسجد، السعي للمسجد ده في حد ذاته عباده، كل خطوه ترفعك درجه وتحط عنك خطيئه، كل خطوه. حضور المسجد بتحضرها الملائكه، حضور المسجد جماعتها كبيرة، وكلما ازدادت الجماعة كلما كان محتمل أن يكون في واحد من الصالحين حاضر يوم ربنا يقبل الصلاة من قبل. يبقى احتمال قبول صلاتك في الجماعة الكبيرة أرجى من أنها تبقى جماعة محصورة أنت ومراتك، أنت وابنك وقاعدين في الأوضة كده بتصلي. دي عبادة ودي عبادة، بس لازم الواحد يحرص على العبادة تكمل. ودل وصلاة المرء في الجماعة من المندوب على رأي أكثر جماعة أهل العلم اللي هم الملكية وقول عند الشافعي. الحنابلة قالوا أنها فرض على العين، فرض عين، كويس، ده الحنابلة. والشافعية الراجع عندهم أنها فرض كفاية، وعندهم قول كالمالكية أنها سنة مؤكدة، والأحناف فرض على الكفاية. معانا احنا علماء الأحنافنا، مش كده برضه دكتور احمد؟ نعم. فرض على الكفاية عند الأحناف؟ نعم. قول واحد ولا عندهم أقوال؟ وفي قول سنة مؤكدة برضه، يعني زي الشافعية في المسألة، أو الشافعية زيهم بقى عشان الأحناف أقدم مننا. ولا يترك المندوب، ودل أنه إذا لم يكن له عذر لا يترك المندوب، لأنه لم يبح له ترك الصلاة إلا من أجل علة الطعام وتقدمه. وهنا بحث في قول عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء، هل هذا على ظاهره أعني أنها توضع بين يدي صاحبها، أو يكون وضعها بمعنى أنها قد استوت؟ يعني إذا وضع العشاء استوى في المطبخ هتغرف لك من الحلة، ولا وضع حطته السفرة؟ فهمت؟ هو عايز يقول لك كده يعني. فلا يمنع من تقدمها لو كان استوى لكن ما توضعش، فده ما يمنعش من تقدم الأكل.
لان ما حضرش لسه لك. والاكل لها فلا يمنع من تقدمها والاكل لها الا الصلاه، لان العرب تسمي الشيء بما يقرب منه، احتمل الوجهين، يقول لك احتمل الوجهين. ونجد ايضا العله مع وجودها في الوقت، سواء كانت بين يدي صاحبه او حاضره في المنزل، ليس بين يديه موجود في النفس ذلك التعلق. الوجه التاسع، في دليل على ان المتبع للسنه تصرفه كله طاعه ماجور عليه، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاه والسلام: اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. يعني كان النبي اراد انك انت قضاء شهوتك وهو الاكل يجعلها طاعه. كويس؟ عشان تبقى متبع السنه، ما يبقاش ضميرك مأنبك، سامع اقامه الصلاه وانا جعان، تقوم تقعد تاكل وضميرك مأنبك، لا، النبي يقول لك لا، كل وضميرك مستعد، هي دي السنه. يقوم ايه؟ يرفع قدرك، يخليك حتى وانت بتعمل العاده يحولها الى عباده. وده من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على امته، انه حول عادتهم الى عبادات. لان اطلع على اعمار الامم السابقه لها طويله، واعمار امته بسيطه. وعشان نلحق الناس بتوع الامم السابقه، رب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي بالنوايا نحول العادات الى عبادات. لان المتبع بالسنه لا يبدا هنا بالعشاء الا لامر الشارع عليه الصلاه والسلام بها، فيكون ماجورا لكونه ما وقع اكل لهذه العشاء الا للامر بها، وغيره لم ياكل عشاء الا اختيارا منه ورعيا لشهوته اليها. وكثير بين من ياكل للامر ومن ياكل للشهوه، وكذلك يكونان في جميع امورهما كل على مقتضى حاله. يعني الفرق كبير، يعني الفرق كبير بين اللي ياكل لشهوته واللي ياكل لامر الشارع. الوجه العاشر، في دليل اهل الصوفه الذين تركوا بحظ الشهوه وعملوا على ذلك حتى لم يبق لهم منها شيء، لانها هي التي اوجبت تاخر العباده، فاذا عدمت وقعت العباده في وقتها المختار. بيقول لك ان الاهل الصوفيه لما بيربوا نفسهم على ترك شهوات النفس ويدوها بالقطاره، بتبتدي نفسهم تضعف في طلبها، يوم يبقى صايم والاكل قدامه وما عندوش شهوه ولا تعلق بالاكل، يقوم يعمل الاعلى على طول. ليه؟ لانه ربى نفسه. يبقى النبي هنا بيكلم المبتدئين في الحديث ده، مش اللي ربوا نفسهم، بقى اللي ربى نفسه تلاقي الاكل قدامه ولا يتزلوا شعره، وهو ما كانش مش متنزلوش الشعب، عنده عبادته، نهمته في العبادة أشد من نهمته في إيه؟ في أكله. دي درجة تانية. ودي وصل لها إزاي؟ هو اتولد كده؟ لا، ما اتولدش كده. ده هو قاعد يخالف نفسه سنين طويلة ويفطمها حبة بحبة لحد ما طاوع بقت إيه؟ مطيعة ليه. واخد بالك؟ بقت مذللة. الوجه الحادي عشر، فيه دليل على رفق المولى بعبيده وانه عز وجل غني عن عبادته، ويؤخذ ذلك من امره عليه الصلاه والسلام بتقديم العشاء على الصلاه، لان الغداء مما تشتهي النفوس وتستريح به وتتنعم، والعباده انما فيها التعب في الغالب من احوال الناس، لان اهل الخصوص يتنعمون بالعباده كما يتنعم غيرهم بالاطعمه الطيبه. درجة ان الواحد بيوصل لمرحلة من تنعمه بالعبادة خايف انه بيعبد من اجل تنعمه، بيبقى قلقان. يعني يوصل لمرحلة ان هو يبقى سعادته في العبادة، يوم ما يجي يعبد يقول يا رب انا بعبد من اجل هذه السعادة ولا بعبد من اجل رب العالمين، يبتدي بقى كمان ايه؟ يبقى قلقان من هذه السعادة اللي هو بيجيبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى ذكر عن إبراهيم بن آدم أنه قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا من نعيمها شيئا. قال: وما نعيمها؟ قال: لذة الطاعة. خرجوا ولم يذوقوها، فلا دنيا لهم ولا آخرة. هي مش لذة الطاعة، أنا بعدل على سيدنا إبراهيم، أنا مش بعدل ولا حاجة، بس أنا بقول فهمي. لذة أن تكون مع الله، هي دي اللذة الحقيقية، أنك أنت تكون من حزب الله مع الله، هي دي اللذة الحقيقية، أنك أنت تبقى أن تجد أنك مع الله. وقد كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني الصلاة. احنا بقى نظام أرحنا منها،
لا احنا بقى نصلي ده عشان نستريح بقى نشوف مشاورنا. لكن النبي لا، حاجه ثانيه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني عشر فيه دليل على ان الاحكام الشرعيه اتت على الغالب من احوال الناس، لان النبي هنا بيكلم الضعاف من امته. بل الاحكام الشرعيه متعلقه بالضعيف، الضعيف سيد القوم هو اللي يحدد سرعه الركب. يعني لو قاعدين كلنا احنا كده ومبسوطين بالتكييف، واحد فينا عيان يقول لك مش عايز التكييف، هنعمل ايه؟ هنطفي التكييف. هيحكم علينا كلنا لانه اضعفنا عيان. سيبه بقى يعني يموت. ولا نقول له لا خلي التكييف وما تقلقش، موت وهنكبر عليك اربع ونوم بالواجب. ما ينفع. يقول لك الموت الرحيم. لا. لكن أمة النبي عندها ضعيف سيد القوم، هو اللي يحدد. لو ماشي مثلا مجموعة كبيرة ماشية، واحد خطوته ضيقة، كل الناس تمشي بسرعة أبو خطوة ضيقة. شوف، فالضعيف سيد القوم من حيث إيه؟ من حيث هو اللي يحدد سرعة الركب، وهو اللي يحدد متى يجلسوا جعان، وكل الركب شبعان، خلاص اقعدوا كل. علشان هو لما تبقى راكب اتوبيس ومسافر رحله طويله، واحد عنده سكر كل شويه عايز ينزل يتبول، يقوم يوقف الاتوبيس كله عند كل استراحه عشان ينزل، فتحكم في كل الرحله، صح؟ فالضعيف سيد القوم. فالاحكام الشرعيه متعلقه بالضعيف مش متعلقه بالقوي على الضعيف. فمعظم الاحكام الشرعيه بتعامل الناس على انهم في حاله ضعف. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. الأصل كده، يسروا ولا تعسروا، صلى الله عليه وسلم. فدي أصل الإسلام قايم على هذا اليسر. يؤخذ ذلك من تقديم العشاء على الصلاة، لأنه جبلت النفوس بالميل إلى طعامها، هذا هو الغالب من أحوال الناس، فجاء الأمر على حكم الغالب. لكن قليل من الناس ملوش نفس أصلا، ملوش نومة للطعام، وخلق يبقى ده بقى ايه يسموه ايه؟ الاستثناء. والاستثناء لا حكم له. الاستثناء لا حكم له، الحكم للقاعده العامه الاغلب. الوجه الثالث عشر يؤخذ منه ان الخطاب العام يشترك فيه اهل الخصوص والعوام، والخطاب الذي هو للخواص لا يشاركهم فيه العوام. مثل هذا الامر هنا اشترك فيه الكل، ومثل المحسنين لم يدخل على المحسنين غيرهم. وأما الدليل على كونه عز وجل مستغنيا عن عبادة العابدين، فلأنه لو كان محتاجا إليها لم يكن عز وجل يسامحهم في تأخيرها عن وقتها واشتغالهم بما فيه راحة نفوسه. يا ربنا مش محتاج عبادة العباد، ما لو كان ربنا محتاجها كان يقول لهم لا صلوا لو إيه تأكلوا دي. لا، ربنا مستغني عن الكل، كل ما تاكل ما تفرقش. لو ان انسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيء، ولو كان انسكم وجنكم على افجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيء سبحانه وتعالى. الوجه الرابع عشر والاخير فيه دليل على ان امور الدنيا ما تستباح عند اهل الاراده الا ان تكون عونا على الاخره. يعني كأن أهل الإرادة اللي هم أهل الإرادة، الإرادة أي العزيمة للوصول إلى ربنا، يسموه عشان كده منها المريد. يقول لك المريد ما ياخدش من الدنيا إلا ما يعينه على آخرته، دول أهل الإرادة. مش ياخد أي حاجة بالدنيا، لا، يختار الأول الحاجة اللي بالدنيا تعينه على إيه؟ أمر آخر. يؤخذ ذلك من أنه عليه الصلاة والسلام لم يبح لهم تقديم الطعام الذي هو من حظوظ النفوس، وحظوظ النفوس كلها دنيوية، إلا من أجل حسن الصلاة وإتمامها، والصلاة أخروية. فأعظم أمور الدنيا هو الأكل الذي الكل محتاجون إليه، وغيره قد يستغنى عنه، لأن أكثر حاجة بتطلبها النفس كتير هي الأكل والشرب. لكن أنت بتحتاج لبس، بس لبس ممكن تجيب لبس تقعد 10 سنين ما تشتريش تاني. لكن ما تقدرش الأكل كل شوية بتجوع. وممكن تحتاج منزل مأوى، انت بتجيبه ومش محتاج بعد كده لحد ما تموت، عندك بيت خلاص، مش محتاج كل يوم بيت. لكن انت محتاج كل يوم تاكل اكتر من مره. فاكتر حاجات الناس تكررا هو ايه؟ احتياجهم للاكل والشرب. فالنبي اتكلم على الاكل والشرب لانه ده اكثر احتياج الحاجه تكررا.
والأكل إذا عدم أو جب العدم في العادة المستمرة، وهو عون على أعلى أمور الآخرة وهي الصلاة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، فنبه عليه الصلاة والسلام في الحكم الأعلى من أمور الدنيا اللي هو الأكل والشرب على الأعلى من أمور الآخرة اللي هي الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، أي كده صلى الله عليه وسلم. فالغير منهما في حكم التبع لهما، فهما من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. وبهذا يكون تم الجزء الأول من كتاب بهجة النفوس، ويليه الجزء الثاني أول حديث أخف في الصلاة وأتمها. إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني من غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.